في هذا المنتخب وفي المنتخب الآخر لقاء عربي 90 دقيقة يحدث ما يحدث فيها. يتفاعل الجميع ويقدمون كل ما يملكون 90 دقيقة من خلالها، كل حر فيما يقدمه وفي من يشجع. وبعد التسعين دائما وأبدا كما اعتدنا العلاقات هي نفسها والأمور تبقى بالمحبة والود ما بين الشعبين وما بين كل العرب. ننتظر الآن بعد النزول إلى أرضية الملعب ليردد المغربي منبت الأحرار مشرق الأنوار منتدى السؤدد وحماه، دمت منتداه وحماه، وليرد في الجانب المقابل مصر يا أرض النعيم، فزت بالمجد القديم، مقصدي دفع الغريم، وعلى الله اعتمادي، بلادي بلادي بلادي. يتوغل يتقدمه الإشارة إلى وجود ركلة ركنية والمطالبة بوجود ركلة جزاء مبكرا جدا. أشرف ينطلق مثل الجزاء، سفيان سفيان هو بوفال هو من بدأ البطولة بهدف في مرمى المنتخب الغاني، يسجل الآن من علامة الجزاء في مرمى الفراعنة. وعمر كمال يقدمون أسماء حاضرة في تشكيلة المنتخب المصري، وعمر أيضا مميز مرمى ياسين بونو. محمد يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، أبعدت عن باريس سان جيرمان. سايس يلعب مع وولفرهامبتون، وأيضا في نفس الدوري هنالك ماسيفيان. بوفال على مشاري في المنطقة، عادت مرة أخرى. حلوة الكرة المغربية من خلالها حكم المباراة ربما بإشارة البطاقة الصفراء. عموما كرة إلى صافرة من أحمد، الآن محاولة الوصول إلى من؟ إلى محمد صلاح، لكن تغطية بتوقيت مميز جدا جاءت عن طريق آدم مسينا، فوز بلقب هذه البطولة. بينما هنا لقطة هدف في المباراة الوحيد، صعبة جدا على جابسكي، صعبة جدا على كرة بمحاولة ملعوبة تسديدة صدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. محاولة تعود إلى تسديدة ياسين بونو، والآخر موجود. عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من أمام الجميع، لا زالت مستمرة وتسديدة ملعوبة. الركلة الركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء. لا 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 لا. عودة الفراعنة ومن الباب الكبير يطرقون أبواب بونو ويفتحون الباب ويسجلون التعديل بأقدام صلاح. ملعب المباراة تعود في الجانب المقابل، محاولة لمنتخب المغرب لكن جاباسكو جاباس في المرمى، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء والكرة الرأسية عن طريق آدم مسينا. نعم أو هذا عبونير يلعب المحاولة مباشرة باتجاه المرمى، وجاباسكي جاباسكي في التوقيت المناسب قائم والمحاولة مستمرة. عرضية رأسية جاباسكي في التوقيت المناسب يقف في اللقطة الماضية ويبعد الخطر من أمام المرمى. طب يتأهل صلاح، عرضية هي ليلة يظهر فيها الأبطال محمد صلاح. غداة حادثة التدافع التي وقعت عند أحد مداخل ملعب أولمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي الاثنين قبيل انطلاق مواجهة ثمن النهائي لكأس الأمم الأفريقية كرة القدم 2022 بين منتخب البلد المضيف وجزر القمر، والتي أدت إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وجرح العشرات. أعلن رئيس الاتحاد القاري للعبة باتريس موكسيبي نقل المباراة المقررة بهذا الملعب الأحد المقبل إلى ملعب أحمد أهيج الواقع في ياوندي أيضا.